تشاهدون حضراتكم على الشاشة الآن فيديو لتوزيع الأسلحة على المدنيين في أوكرانيا لمحاولة التصدي للقوات الروسية التي يمكن أن تقتحم هذه العواصم. كان هناك تشريعا من البرلمان الأوكراني أجاز خلال الأيام الماضية قبل وقوع الحرب حمل السلاح من المدنيين للتصدي للقوات الروسية إذا ما دخلت إلى قلب هذه الضواحي أو العواصم. على ما يبدو هناك تساؤلات تتعلق دوما بتكرار معاناة الروس في أفغانستان إذا ما استخدمت هذه الأسلحة أو حروب الشوارع من قبل المدنيين، لكن حتى اللحظة من الواضح أن القوات الروسية تحاول أن تتمركز دوما على مشارف المدن الرئيسية ولا تدخل إلى الداخل باستثناء تشيرنوبيل دخلتها بالفعل باعتبار أن هذه المدينة لا يوجد بها سكان، وبالتالي كان من السهل الدخول إليها والسيطرة عليها. هذا هو الفيديو الذي تشاهدوه الآن على شاشة العربية لقيام القوات الأوكرانية بتوزيع